الحل يا حبايبي انكم تكونوا لطيفين مع زوجاتكم، الصبح بتعمل لك فنجان قهوة بتبوسها، لما بتيجي انت كمان من الشغل بتبوسها، لما بتطلع على الشغل بتودعها بتبوسها، يعني على الروحة والجاي بوسي بنطف الجو وبتخف المشاكل. طب ودي اشيرك كمان مرة، عدم المؤاخذة ولا قطعان في حديثك، مثلا جمعة مش بتجوز شو يبوس؟ انا مش متجوز. ايه يا هو صحيح، طب انا مش متجوز ايه شو ابوس؟ عشانك مش متجوز بتبوس ايدك وشو قفا.